عزوز بحبك كتير، ما بعرف أنا هيك حاسة. عزوز هاد خرج باقة ورد وكلام جميل. لا مستحيل، من إحساسي أنا معلم شفيق هيك حاسة. عزوز ممكن أسألك سؤال بس بتجاوبني عليه بصراحة؟ سألي. هاي بقى منك شي؟ لا ما أنا مني. يلا تود هلا متأخر على الطوام. صباح الخير. صباح الخير. يا صباح النور، أهلا وسهلا، كيف كل ساعتكم؟ بصراحة في حدا من يومين أو ممكن مبارح. أول مبارح إجوا وشترى باقة ورد من عندكم وانتوا بعتوه على منتجع صيف فرع الصيف. انا اتويتي موظفة الريسبشن. اهلا وسهلا فيك. بعد اذنك يعني لو في احراج، يعني اذا في مجال. لو سمحت بدنا مواصفات الشاب يلي اجى دفع لك المصاري وخلاك تبعت الورد على المنتجع. وصفه؟ صدقيني ماني متذكر، يعني انا باليوم بمر لعندي اكثر من 100 زبون، شو بدي اقعد اتذكر لا اتذكر. معلش حاول تتذكر، هلا بدك تعمل لحالك ومحلك ما بيفضل من الزباين. تذكر احسن ما اجيب لك الشرطه تبعتوا ورد لبنات العالم بدون ما تقولوا لهم من مين. افيا هدي توتي، لو سمحت لازم تتذكر لانه الموضوع كتير مصيري. روق شوي. هلا انا اللي بتذكره انه هن كانوا اثنين. ايوه، واحد لابس بدله وهيك شعراته، ايه، والثاني عجدبي شوي. قلت لي بدله يعني بدله؟ ايه بدله. وسمعتهم كل الوقت كانوا عم بيقولوا انهم بدهم يتاخروا على الدوام، ما دوام بالاوتيل او هيك شيء. قلت لك عزوز. شكرا. اهلا وسهلا. ولك اهبل انت، حدا بيجيب ورد لحبيبته وما بيقول لها انه هذا الورد منه؟ ما احسنت، يعني حسيتها كتير مبسوطة وطاير عقلها. قال شو مفكرة الوردات من المعلم شفيق؟ حتى لو ما بيصير، انت اساسا هدول الوردات جبت لها اياهم مشان تحببها فيك. بتقوم وقت اللي بتسألك انه هدول الوردات منك بتقلها مو مني؟ معك حق، لازم روح وخبرها انه منه، انه مني. معلوم الحب بده جراءة. شبك؟ معناتها أنا حامل حالي وراي خبرة إنه الوردات مني، واللي بده يصير يصير. إيه روح، خليك قوي، الحب بده أبطال. يلا نروح، روح فورا. وأنا كمان بدي غير أسلوبي مع نورة. من اليوم ورايح رح تشوفي جرأتي يا نورة. بوعدك. كوكب خديها كبية. ما بدك ياها؟ لا كبية بزبالة. ليش حتى كبة؟ نشفها وبعملها زهورات. صباح الخير توتي. إذا لسه بتبعت لي ورد رح أعمل لك مشكلة إلى أول ما لآخر، وشكيك لمعلم شفيق.